هكاك ما جانيش شي خصم، شي خصم عنيد، عارف ما كيكون شي خصم عنيد، شي خصم عنيد كتقول انا نعرك معاه ولا كده. انا عادي يا صاحبي، نقدر نقدر نبقى نتغاوش ونتغاوش ونربحو بحال هذا 700 بحال هذا، تيحقر عليا هادو. غنوريك اود القحبه، والله غنوريك اود القحبه. القحبه شتا النهار كامل هو تيقول لهم ستريم، راه كيطلبوا شويه تيقول لهم باغي نستريمي. انا اقود اود القحبه حياتي ال... وانايا ودني 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 في هذا اللايف ديال الحنش، ودني في هذا اللايف هذا ديال الحنش، ودني ضراتني ياس، ودني ضرتني ياس، والله الا ودني ضرتني ياس حق الرب. ها هو اللي جات تصرف عليه خشوه. وانت ما خدامش، وانت ما خدامش، ملي شري شي كرسي وانت مع الزام البوك شادرهم، وانت ما خدامش، انت ما كتخدمش، وانت ما كتخدمش ملي شريتي، وانت ملي شريتي جاوبني ربك ملي شريتي، وانت ما كتخدمش، وانت ما كتخدمش جاوبني ملي شريتي، وانت ما كتخدمش وجاوبنا ملي شريتي، وجاوبنا ملي شريتي، وجاوبنا وجاوبنا وفاش شريتي هاو القحبة وطبوا القحار، وهاد اللي كيصرفوا عليه القحار، وهاد المسحبة وما عارف طبوا المك، وخا بالشهر عاود القحبة وانا كنستريمي، وخا بالشهر عاود القحبة وانا كنستريمي، وما عنديش عاود القحبة كرسي، وانت جيت تعمل واش شريتي، واش انت عاود القحبة عندك طبون ولا جوج ولا ثلاثة كيصرفوا عليك في هذيك الدار، وكرسي عاود القحبة راه 40000 وراه ما جاش وشريه، وعاود القحبة وكرسي وانت 40000 وانت عاود القحبة وعندك كريمة كتصرف عليك. الزمن بو مرحبا وريني حقك، واختك تعطيك باش تشري كرسي، انت مكمل مرحبا حقك باش تشري كرسي، تحس بالمظلم طوطو مستقبلي. وعاود لينا على الكرسي. وهاد الهضرة وخدها ماشي هو القحبة يا خو القحار، يا دريك الجديدة، يا دريك الموسم، يا العربية، يا الهنداوي، يا ولاد القحار. شوف 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 هاب 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 وديبلوم ديال الهضرة ولد القحبة، والله ولد القحبة باش نتقاد، والله ولد القحبة باش نقتلك، وديبلوم ديال الهضرة. قول لينا قول لينا يا ولد القحبة دابا، قول لينا يا اللي مك تخشيه يا ولد القحبة وامك واسعة، قول لينا قول لينا يا ولد القحبة منين جاك ولد القحبة، منين جاك الكرسي؟ قول لنا انا ولد القحبة 8 شهور وانا تنستريمي عن طب المخ، 8 شهور ولد القحبة وما شريتش الكرسي يا ولد القحبة، منين جبتي الكرسي؟ صيفطوا لي بلاري انا يا فقير انا ولد القحبة، يلاه دوي يا ولد القحبة، يلاه دوي منين جبتي ولدك هذاك الكرسي يا ولد القحبة، منين جبتيه؟ منين جبتي يا ولد القحبة هذاك البيسي؟ وانت ما خدامش يا ولد القحبة، وعندك 40 عام ولد القحبة وشارين عليك الصباح طب امك، وانا جبت لك ولد القحبة راه تزوجت ولد القحبة صغر منك، وانت باقي معول ولد القحبة على حسب ولد القحبة، وبين ليا ودوي بين ليا ها ونساليك ولد القحبة، انا نساليك انا الفنيك اود القحبة مش عارفني، وانا اود عليك دابا ما جاوبتيناش، دابا ما جاوبتيناش، دابا مازال ما جاوبتينيش، جاوبني علاش انا تنستريمي 8 شهور وما شريتش الكرسي وانت يا شريتيه؟ جاوبنا القحبة يا شوف القحبة حالتك كبيرة، شوف القحبة حالتك كبيرة، وتطلب في اللايفات وهذوك تي شرطة ديال البحر وسير عطيهم المخ، وكاع ما كنلبسهم يا ولد القحبة هذوك، كاع ما كنلبسهم. شوف 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 شو
وبلاصتي عبدوريا ومحبة وعود أحبور مخشي وشي كرتي باش نستريمي وعود أحبة هذا شاري بعرف عن يدري باش نستريمي علي باش ما نمشيش عبد أختي ونقول له أختي أعطيني باش نشري كرسي أختي أعطيني باش نشري كرسي أختي أعطيني باش نشري بيسي أختي أعطيني باش نشري كفازة أختي أعطيني باش نشري بيسي أختي أعطيني باش نشري كرسي أختي اللي باش نسيت الفاتة وجاوبنا ولد القحبة ولا تنقتلك جاوبنا علاش احنا في من الشهر وجاوبنا علاش غتسكت القحبة امك وانت غتسكت القحبة ديال امك وغتسمع وانت ولد القحبة غتسكت وغتسمع ولد القحبة المخطوطة انت تبول امك غتسكت ولد القحبة يلاه اسمع لي اسمع اسمع لي مزيان ولد القحبة اسمعني غتجاوبني ما غتجاوبنيش وانا ولد القحبة ما تاكلنيش بالهضره جاوبني علاش انا شمشور وكنستريمي مازال عندي كرتي ديال 400 وان شاء الله غتكون امك جايبه تستريمي شاري بيسي شاري كرسي شاري مكان وان شاء الله ولد القحبه تيعطيوك داركم وان شاء الله ولد واحد تيصرفوا عليه دارهم في المغرب وسكات يا ولد القحبه وطبور امك ولد القحبه علاش ما شريتش ليا كرسي لا خلي بلاتي بطاطا شوف ازبي شوف انا تنبغي نتقارى تنبغي نطايف مع شي واحد اللي عنده ما يقول فهمتيني باش نتوما عارفين ما عنديش قناه وطوط عليكم عارفين القصه كيفاش وقعات وكيفاش درينا البيسي تزبي وكيفاش مشينا سيت اب جيم وكيفاش تنصب عنا وميكرو بقى لازقنا فكرنا خاصها كارتسون وقلت لكم راه طريت فيه قلتوا لي لا راه ما طريتيش وشبكات تناوي ايوا باش تشد بنادم كدبروا قلت لك شوف بنادم ما عنده ما يقول لك انا ما عمر شي ولد القحبه في السلوكه هيربحني سالينا صافي علاش حيت انا ماشي ما كنصورش انا ومرتي في اليوتيوب ما تنديرش فلوغات انا ما كنصورش اختي انا ما كنصور حتى شي واحد انا داخل عليها الكري بحالك لا يجبدني غيطيح معايا الكري بحالك فهمتيني ما عنده ما يقول تيقنف دابا اي واحد تيبغي يتصارع معاك تيجي تعرف ما يقول لك تعرف ما يقول لانه ما ماشي عندك شي بروف على بنادم صحيح لانه دار شي خطا انت ربون امك تجاود القحبه رحبه الزبوبه وبغيت تزلق ود القحبه شنو قلت لك خونا ما كيخليكش تهدر قلت لك ما تيخليكش يبغي يبقى عليك لا لا ولكن لما قوت جاليه سالينا الغوت ديال السواق وما خلينا فين خدمنا راه حياتنا عاودنا ليكم المارشي السوق اي بلاصه فيها المجاوق اي بلاصه فيها غوت وفيها خرج عينك عييت منا طلع عليا في كري داكشي فهمتي مي باش ما يجيش شي واحد بحال هذا انا ندير بحال شي حباس شرف عرف شي حباس شرف قبايل صداع الاول وصافي مبقاش باغي هداكشي صافي هداكشي طلع عليه في كر صافي ويمشي اللايف قلبوا عليه الناس شوفوا هاد المقود ديالو ملي تيبقى يغلب في عباد الله شنو تيقول شنو ماذا في جعباتي تا حاجه والو انا كنعرف بنادم نشدك نعضك طلع معايا كتكون مقود اسطوري كتعطيني باللاصق المحيط فين تنسكن الحاله الماديه
يمكنش صاحبي غتقارعني انت باقي خدام باغي تستريمي في السطح. انا باغي تستريمي وفي السطح غادر اول لقحه تدخل على هاد الكار عادي تجوال وتستريمي يوهو الكراكور ما تقدرش على هادشي يا زبيتي. ماشي خطروش علي اي واحد اصاحبي شي خطره عليا صاحبي الشداد اصاحبي قلاوي ديال النحاس قلاوي ديال النحاس قلاوي ديال النحاس. ولكن قبيله كون 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 عرفت شو قلت لك باغي نتناقش ونعرف شو باغي نتناقش وغنعجبك غنجرو لواحد الحوار كبير. لكن هو ما يبغيش يتناقش معاك وشنو جاي خصو يزرب عليك وانت ما تهضرش يبقى لك طوطو 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 صافي شنو قلتي تا قالوا انايا انا راه ما تنبغيش نبقى نهضر بزاف. انايا راه بنادم اللي كيتفرج في اللعب ديالي غيتفرج فيا داير الاشهار انايا ديرو في سيت اب جيم انايا انا داير اشهار مال هواري مول سيت اب جيم ديرو انا ليحو في ستوري ديالي درت ليهم بيب انا ليحو او كاين ستوريات كاين كلشي ما تيموتش داك الشاس. ولكن ما عطيتينيش شي حاجه مفيده ما عطيتينيش شي حاجه مفيده ما عطانيش شي حاجه والله ما نكذب عليك جا المقود ديالهم جاني بحال شي كرواصه شي كرواصه ما قدرش يجري ما كرواصه ماشي شي حاجه انفرعوا 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 قلت انفرعوا او مازال اللي بغيت تفرع مازال نفرعوا عشان انا والله ماشي نتسالى برا هادشي ديال الغا وشو الالترات وشو القلاوي وكذا خوك مقود ما غيربحنيش وهو دابا حاليا من بعد ديك المعركة بيني وبينه مشى مزيان وعرف عرف شكون هو هاد خونا عرفني مزيان تسيد ام القلاوي هذاك الشيء بيناتهم اللي كيعبد شي واحد الله يسالي عليه ندويلك عليه انا 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 فهمتيني نشدك نقسم القحبه ديال امك دابا راه ما غتصرتش ليهم دابا العابد ديالو ما تصرفش ليهم يبقاو عليك كدا هادي كدا هو ولكن قبيلة والله شو سبحان الله راه نعاود لك الخبيرة كيفاش وقعت والله خويا نعاود لك الخبيرة كيفاش وقعت والله ما تسيق برا دابا شنو ندير دابا انا شحال هادي ما بوستيت شي حاجة في انستغرام شحال هادي اخر مرة دخلت الانستغرام كنت كنقلب ما كندخل الانستغرام نقلب دوك الفلترات وداك الشيء اللي كاين تما علاش مش نهضر مع شي واحد وما مساليش نقلب دوك الفلترات وداك الشيء اللي كاين تما وانا نقول هاد حط عمرت السطل بالماء غنمشي ندوش لابسه السيكليزه ما سمع الرياسه بلا غادي ندوش صافي وطلقت الماء بارد في السطل واش نتسناه يتعالج الماء باش نمشي ندوش داخل الانستغرام تندير ها اللايف قلت حق مع انا كنت مباني شي 30 جور انني نقدر ندير اللايف الاول شحال هذيك مباني قلت وقيلا واش طلقوا داك البان ولا مازال صافي انا نجي وندير اللايف ها جرب دار ها بقيت يدور واحد شويه قلت وقيلا راه باقي مباني ما عرفتش علاش وقال هذا المشكل خصني نسول الدراري اللايف ما بقاش عندي شويه ويبان لي دارها ويبان لي اللايف تحل بق ما تحل بان لي اللايف تحل بق ويتبان لي واحد مية دارش بق بالزربة ما لقيتش فين نمشي قلت لهم واش الدراري سمحوا لي راه نجرب وكذا وهذه في الاول كم سمحوا لي راه نجرب سمحوا لي راه ما كاين والو كاين لايف الاول سمحوا لنا الدراري الله يعاون انا غادي قال ابن المفهم شو حاشنا كل شيء ما الدراري والله الا بخير لوز غادي ندوش سمحوا لي قال ابن المفهم شو حاشنا غبرتي ابن نطغى و ملي كانوا يبنا الضغا ونتفكر قلت زقا عندي حساب اليوم غنسالي وزام البو عندي حساب اليوم غنفاريه ونبدا نعطاكي بنادم ما 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 بديت نعطاكي خونا وما بداو يطاقيو بداو شي طاقيو ملي طاقيو هو معمر فاش تكون شي دريه طالعه في شي لايف وشي لعبه كيطاقيو كيجي كيجري كيجي كيجري كيطلع عندك يبقى يعايرها ما كيخلاش تهضر
صافي كيهبط كيمشي كيبقاو يقولوا لي ويه ويه اوه معناها ودا لكم بحال الخبيره، عيطوا ليه جا قلت لي انايا. معنا في الاول كنت ساكت كنت كنهضر كنت عاجلس في الاول في اللايف، في الاول في اللايف انا كنت متكي على الشارج بحالك وحاط التليفون واحد المخده وكنهضر مع الدري بحالنا هو يمكن ديك الساعه في ديك اللحظه دخل اللايف وانا مبان ليه قال على دار شي هروي ويبان لي دخل اللايف ويبان نطلع وندير ليه طلع وانا نخدم عليه موت الحماق طلع يا ولد القحبه طلع عليك تنقلب طلع طلع فين فين ولد القحبه هو للحديث باقيه ما شوش اللايف من الاول اخر روبال راه شوف ما ينقباش معايا وكنت حد اي واحد اس حتى اي واحد الصون الحيس الصون عبودية ما كنت صوره مع تشي فنان مع تشي مغني مع تشي قلوة ما كانت همنا تشي علاقة هش عارفينو ما يزيدنا التقلوة نو سالينا الله يعاون سالينا الله يعاون واللي طاح في الشبكة القحبة دمو نقليه اللي طاح نقليه اللي طاح نقليه نوني انا شفت اللايف كامل صاحبي وصافي سالينا نقطة نهاية غنمشي بحالي غايبتي بنادم دابا غيبقى يوطوط في السطوريات وداك الشيء كنت انا ممساليش لي دابا صافي الله يحويشك صافي سيف حالك صافي واهو واحد الجزائر والقحبة دمو تتسجل لينا في السيفي شاء من شاء وكره من كريه وابى من ابى واخا عارف ان دابا ما يحملنيش هذا كل حسد ديالو الحسد ديالو دابا يحقدو يحقدو ما كانوا ديما تيشوفوه سيطامة ديالهم فهمتيني البطل البطل الخارق اللي ما كيموتش كيضرب العدو بالكما وداك الشيء فهمتي ما فهم والو ويجي نهاية سيطامة ماق جا بنادم ضربو غيبو ما بقاش يقول والو لايف كامل وتيقول طط 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 ما تنفسش القحبة ديال امو ما تنفسش معايا ود القحبة لا تنفس ود القحبة الله يرزيني علاش اول القحبه علماء اول القحبه ما تيتنفسوش طب من امك تجي انت اول القحبه تبدا عندنا بهذاك المسيح ديالك اي هلا نحوي لك امك اول القحبه ريح ريح والله تعجبني هذا اللايف هذا اللايف هذا عجبني عطيك تنبان تنعربط بحال شي ماشي مجهول وكل شي كينه شي كينه ولا شي لعيبه واه مشكله هذه شوف لك وهذا حنا انا غنوليك خبي وهذيك المدينه انت انت ماشي سلاوي انت وطازه انت انا ماشي سلاوي وما ساكنش في سلاوي ما كتعرفنيش انت تربتك السلاويه وانا انت ما كتعرفنيش انت السلاويين السلاويين تعرفش ما انا غادي نحل انت فين كتعرف السلاويين انت فين كتعرف السلاويين انت فين كتعرف السلاويين وانت فين كتعرف السلاويين انت السلاويين عرفت شي ماشي شي شي ماشي ودك كازا بها العربية هي والشديدة بها هركاوة شوف شوف اسمع لا 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 ما عيبت لا انا ما قلتش لك بها هركاوة والشديدة بها هركاوة كنت كنمشي نحوي في الشديدة هنايا كنت كنمشي نحوي في الموسم انا لاصقي في التين ولا بحال الربعة انا مشيت حويت في الموسم ديال الشديدة وانا حويت تما وحويت ود القحبة 50 مرة ود القحبة والله اخويا حويت وحدة كتشبه لك والله اخويا حويت وحدة ما كتشبه لك ولا ما تكون مخرني ود القحبة عندي صاحبي كيما كنت تنحوي في المدينة والله اخويا انا كنت نحوي في الشديدة بالله اقسم ولا كبر الرب اخويا الى عبد الديكم ومن كاين الشديدة والله اخويا احسن والله اخويا حويت عندكم شنو هما عيالاتكم صاحبي راكم كنتو والله اخويا حويت شنو السيده بالله والله اخويا حويت والله اخويا انا كنحوي تما الناس ديال السلاح راه كانوا لي بيرات كيمشيو يصيدو كل يوم الناس ديال السلاح كانوا بيرات كيمشيو يصيدو وكيخليو عيالاتهم يحويو لهم الناس ديال الرباط الحوا والسيده فيها الموسم ديال الحاج والسيده فيها الموسم والسيده فيها الموسم السيده ما فيهاش الموسم ديال الحاج قول حقيقة ولا كذبتي ولا كذبتي ولا كذبتي ما نعرفها ولا كذبتي انا عارفك لا علاقة واش جديدة فيها بحال ولا ما فيهاش قول لي
دابا شوف الدراري عندهم اللايف كامله وشو اللايف كامله وشو في تقلوه. انا نقول في تقلوه. هذا بالنسبه لي معركه خاسر فيها انا، خسرت اش مرابح تقلوه من هادشي فيها المعركه ما فيها انا ربحت انا بغيت نشد بنادم من حويه في شي نقاش ندوي معاه بشويه ونسولو ويجاوبني ويسولني ونجاوبو ويعطيني ونعطيه، فهمتوا؟ كاين داك السلاح اللي كيستعمل هو، انا ربحت به، هو كيستعمل الغوت، انا ربحت بالغوت، ها هو ما يربحنيش. ولكن بالنسبه لي فوز لا علاقه، مع خصم لا علاقه، خصم يطلع لي شي واحد بحال ما كنت دوي ما تسكت تسكت لي الحجره. ولكن مع الاسف الدراري لايف راسك غيضرك بالصداع بالغوت، ما في حتى شي حاجه، ما في حتى شي حاجه، في والو مهم غير هو هذا الشيء درناه باش بنادم يديها في كرو ويعرفنا حنا صافي سالينا من هذاك الشيء. الله يعاون
الله ياف ونقرن هكا ونقرن هكا سالينا. ولكن انا غنوريهم دابا واحد الاداب غيعيشوا معايا مقاود. غنشد داك الشيء كامل اللي في داك الانستغرام، غنمسح القحبه دمو من الراس لتحت، غنفيق شي صباح غنزل على الزمن لابوه، غنشد داك الانستغرام غنحيد منه داك هذاك التناوي كامل، وغندير شي عنوان طويل تما في داك البايو، غندير شي عنوان طويل وغنكتب في القحبه ديال امو كل يوم اثنين لايف صافي. المهمه ديالي غنبقى نقهر في هاد ولاد القحبه، غنقعد ديهم انا النهار اللي ما نستريميش غنبقى نطلق لايف في الانستغرام نهار اثنين، ولا غندير لي ثلاث وغنبقى نحط القحبه ديال مو هنا وغنجلس في البلايصه فين موالفين اللي كتشوفوني نتوما ديما، وانا بقى ندير هكا ويطلعوا معايا العشران وغيبقاو يسميو ليا في بنادم، وغنبقى نقراه في القحبه دمو سكتر اللي غيتذكر غنقراو، اللي غيتذكر غنقراه القحبه ديال امو. بغاوني نرجع لهم هذا الشيء، انا غنرجع توطوير وداك القلاوي انا غنرجع لي، انا غنوري السلام لبوكم انا نوريك انا الشيء. ملي تنكون في حاله ديال الهلوسه، ملي تنكون مهلوس تنغوت وكذا، وادي تقدر لا شفتيني تسحبني مقرقب، تنكونش عاقل بحال المقرقب، الدين ديالي ما كاينش الدين ما كاينش، يكون مخطوف في هذيك اللحظه. ولا الا تلاقيتك شي نهار اخي الهرقاوي، اوف واو 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 واو، مصيبة مصيبة، اعاني معايا بنادم انا دابا. انا شنو تنقول فهمني دابا، انا مولا وليدات فهمني، وليدات وليش كنت فراسي كبير فهمتي، مش كنشوف راسي كبير ومقبل على واحد الحياه اخرى، ويكون عندي اطفال ويكون عندي وليدات وكذا، بغيت نمسح هذيك البيرسو ديال المطايفات والقنتغاوات وداك الشيء، حتى لو بقيت مكمل وانا كبير وكذا نكون عادي واحد الشخصيه اللي هاد او كذا فهمت، مقبل على 30 و40 وغتبقى دير اشياء طفوليه في الانستغرام وداك الشيء. انا حاولت نهرب من هذيك الحياه ما فهمتي، ما بقاتش ما صافي، قلت نشوفها ماشي قالي هم اللي هما سابونا ولاد القحاب نديروك بياكلونا ماشي مشكل. الدراري خويا ستوكهولم حقا قبيله العزة خويا على هذيك البيضة، حتى فينا يهبط السلاوة ولا يهبط لشي بلاصة، حتى هادوك راه ما تيخرجوش من الدار صحيبها، الدار صحيبي هذاك ما كيخرج لا ها ها، فين يخرج صاحبي بنادم، فين يخرج صاحبي بنادم، فين يخرج هو ولد القحبه تمارا ما عارفاش، ولد القحبه عارف ولد القحبه كازا وسلا، كازا وسلا ما عارفش ولد القحبه تمارا فين جات، ها سامع كازا وسلا حيت هما اللي مشهورين، كازا سلا هما اللي في هاد الارجاء معروفين، كازا سلا الرباط القحبه ما عارف يقول تم مدينه اخرى كازا، ولكن ما من جيت يا زبي واش معايا انا ولد القحبه مكمل عليك ولد القحبه مكمل، جا باي طايف ما واحد مالو مزول.